قلب واحد اجمعين حتى بتعبنا في البذل مستمتعين متطوعين للغاية. طبعا في البداية أبي أتكلم عن بداية الفريق. كان في تاريخ 7/6/2018 تأسس من مجموعة من الأهل، ومن ثم انتقلنا مثل ما نقدر نقول بالخفيف مع الجمعيات الخيرية، ومن ثم قام المتطوعين يدخلون معانا ولله الحمد حالياً وصلنا ما يقارب 100 متطوع. انضميت للفريق قبل سنتين. سبب انضمامي للفريق بالبداية كانت تجربة، بس لما أول عمل تطوعي جربته حسيت بسعادة، فهالشيء خلاني أستمر معاهم لها اليوم. يعني تاريخ انضمامي إلى فريق كن فخراً، طبعاً نقدر أن نحن نقول مع بداية تأسيس الفريق في سنة 2018 كانت أولى تجارب لي مع الفريق، وكانت هي الانطلاقة الرئيسية إلى عالم التطوع في سنة 2018. من أهداف الفريق اللي خصصناها منذ إنشاء الفريق أن ندخل في المتطوعين روح العمل وروح التعاون والبذل والعطاء للمتطوع نفسه، بحيث أنه يحس بقيمة العطاء. إحنا عندنا فعاليات وايد كثيرة نقوم فيها من بداية تأسيس الفريق، منها والأكثر تميزاً اللي هو ريوكم علينا وعشاكم علينا اللي خصصناهم باستهداف الأيدي العاملة، نوزع عليهم وجبات ريوق أو عشاء، وأيضاً في بعض الأحيان الغداء، وخصصنا بعض الأوقات لزيارة الأماكن الاحتياجات الخاصة، وأيضاً زيارة الأيتام والمسنين في دار الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبخات. بالنسبة حق منافع العمل التطوعي فادني وايد، بان عززت ثقتي بنفسي، حسيت بالمسؤوليه، هم يعني حسس الواحد بالنعم اللي عنده، يعني الواحد يستشعر النعم ويحس بسعاده لما يشوف شخص يعني سعيد قدامه بسبه الشيء اللي قدمه له، يحس بسعاده داخليه يعني ما يحصلها بولا مكان ثاني او بولا شيء ثاني يعني بحياته. طبعا بالنسبه حق اهداف فريق كن فخرا، طبعا واحده من اهم الشغلات اللي احنا نركز عليها عندنا بالفريق اللي هي تعزيز العمل التطوعي ونشره بسعة أكبر إلى الناس وإلى نقدر أن احنا نقول المجتمع المحيط فينا. فواحدة من أهم الأهداف عندنا بالفريق أن احنا نعزز العمل التطوعي حق المجتمع اللي حولنا، وأيضا أن احنا نطور لذوات متطوعينا اللي قاعد يشاركونا في هذه الأنشطة واللي قاعد يبادرون معنا بالفريق. من ناحية رؤية الفريق ولله الحمد حالياً تقريباً غطينا فعاليات كثيرة مع لجان كثيرة وجمعيات كثيرة، مستهدفين أن ننتقل إلى خارج الكويت إذا الله سهل علينا إن شاء الله، هذه خطوتنا الجاية، ونكبر الفريق ونحصل الدعم اللي ساعدنا ننتقل للخارج بإذن الله. طبعاً إن كل فريق يتميز بشيء معين، يمكن واحدة من أهم الشغلات اللي هي تميز فريقنا عن الآخر أن إحنا فريق متعاون، نتمنى الخير للكل. يمكن عندنا موضوع الالتزام، موضوع المبادرة، أن إحنا نبادر بشكل كبير، فمن الممكن واحدة من أهم الشغلات اللي عندنا بالفريق أن إحنا نحب أن إحنا نبادر، وهذه يمكن من الشغلات اللي ممكن هذه واحدة من الشغلات اللي تميز أعضائنا أن هم دائماً يحبون المبادرة ودائما يعني يحاولون انهم يتركون اثر في كل عمل يسوونه. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر امل والمجتمع فينا فخور، احلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد اجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين. طبعا كيفية دمج العمل الخيري بالعمل التطوعي، طبعا لا يكاد العمل الخيري يشابه العمل التطوعي، لكن احنا دائما نحب ان احنا كوننا كمتطوعين ننشر ثقافة العمل الخيري. ايضا هذه يمكن واحدة من جوانبنا بالفريق ان احنا نعطي للعمل الخيري حيز من انشطتنا، بحيث ان احنا نشارك في بعض الانشطه الخيريه والاسلاميه، فهذه يمكن واحده من الشغلات اللي
نقدر ان احنا ندمج فيها العمل التطوعي بالعمل الخيري. دورنا كفريق خلال الجائحه كان بتوزيع سلات غذائيه للاسر المتعففه بالاضافه الى الادويه والسلات الوقائيه. بالنسبه حق تسويق العمل التطوعي في فريقنا غالبا يكون عن طريق السوشيال ميديا من حسابات انستغرام، تويتر، سناب، ايضا يوتيوب، وهذيلا اكبر نسبه مشاهده عندنا قاعد نحصل فيها في انستغرام وايضا في اليوتيوب ولله الحمد. طبعا بالنسبه لمنافع العمل التطوعي طبعا له منافع جدا كثيره وجدا كبيره، وممكن تترك اثر في نفوس جيل الشباب بشكل عام. منافع جدا كثيره، ان هي تحسسك بالمسؤوليه، تحسسك ان انت عندك عمل لازم تنجزه وانت مطالب بانك تنجز هذه الاعمال. ايضا واحده من الشغلات اللي يعني اللي تميز العمل الخيري عن بقيه الاعمال ان راح تحس بسعاده لا شعوريه، ان انت لما تترك يعني اثر في نفس اي محتاج او في نفس اي شخص محتاج للمساعدة. فهذه يمكن واحدة من الشغلات اللي لها أثر في العمل التطوعي، إنك تترك بصمة في كل عمل أنت تسوي. نصيحتي للشباب إن تعالوا جربوا، وأنتوا راح تستمرون بالشيء من أول ما تجربونه راح تحسون بسعادة وراح تحبون إن تستمرون بالشيء مثل ما أنا استمرت. على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. يمكن واحدة من الشغلات اللي يعني حسستني بالمسؤولية عند انضمامي انضمامي يعني للعمل التطوعي بشكل عام، خلتني أحس بالمسؤولية، خلتني أن أنا مطالب أن أنا أطلع أفكار بحيث أن أنا أنشأ أنشطة جديدة متطورة ونطور من الأنشطة اللي إحنا قاعد نسويها. فهذه يمكن واحدة من الشغلات اللي خلتنا إحنا في هذا السن الصغير أن إحنا نمسك مسؤوليات جدا كبيرة في هذا العمل اللي احنا قاعد نقوم فيه. فيمكن واحدة من الشغلات الأساسية اللي حببتني بالعمل التطوعي اللي هي الحس بالمسؤولية، خلتني أكون يعني صاحب مسؤولية جدا كبيرة. نصيحتي للمشاهد بأن يجرب العمل التطوعي ويشارك في العمل التطوعي، أي كان عمل في العمل بيئي، عمل خيري، عمل إنساني، خي يقوم يجرب هذا العمل وبإذن الله راح يحس بالسعادة والشعور بالفرح والسرور اللي راح يحس فيه خلال هذا العمل بإذن الله. طبعاً بالنسبة لمفهوم العمل التطوعي بشكل مختصر أقولها هو إنك تعطي بلا مقابل، وهذا العطاء يترك لك بصمة في النهاية. صحيح إن مفهوم العمل التطوعي هو العطاء بلا مقابل، لكن المقابل فيما بعد أجرى جدا كبير عند رب العالمين، وأيضا أنت راح تحس يعني بشكل نفسي أنك يعني قاعد تقدم شيء جدا كبير لرب العالمين ولله سبحانه وتعالى، أنك تعطي وتساعد باللي تقدر عليه، لأن بالنهاية الله سبحانه وتعالى راح يعوضك باللي أحسن منه. فإحنا دائما نقول مفهوم العمل التطوعي بشكل سريع هو أنك تعطي بلا مقابل، ولكن يعني ما راح يكون مقابلة بالدنيا، راح يكون مقابلة يعني في الآخرة يعني بإذن الله. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل نستفيد.